عايزة أكمل وأسألك في شوية حاجات ليها دعوة بالشغلانة. أنت عملت أو قدمت لنا نموذج لأنه التنمية البشرية اللي إحنا أحياناً اتخضينا منها وقفلنا بصراحة منها طلعت بتطلع قماش بحسب طبعًا التعبير طبعًا بتاعك طبعًا. فينفع تعزمنا كده على القهوة وإحنا قاعدين ونكمل كلامنا؟ أنت بتكلمنا عن تعدد المهام وكمان عن ان احنا نتحمل لو في فرق في القدرات بيننا وبين بعض، بيخليني افتكر ان لازم اسالك انه احيانا، ودي جمله سمعتها من ناس كتير يقولوا لي انه ساعات الناس اللي ناجحه قوي دي او المثاليه زي ما احنا متخيلين يعني بتحبطنا مش بتشجعنا. موافق على الجمله دي؟ المثالي هو الطبيعي الواقعي، وتشجيع بيجي من هو طبيعي بيعترف انه وقع مره واثنين وثلاثه وغلط. يعني انا اول كتاب ليا اللي هو السماره 6 كان 50 قصه، وانا بكتبه كنت فاكر ان انا عايز يعني اشرك العالم في خبراتي العظيمه، لكن كل ما اقرا قصه بعد ما كتبتها ايه ده انت كنت فضيحه، انت لبخت، ده انت غلطت. بس على الاقل عندي القدره ان انا اعترف وارفع ايدي اقول انا اسف يا جماعه انا غلطت. فاعتقادي المثاليه هي قمه الطبيعيه انك تكون حقيقي، واعتقادي ده اللي بيبقى دافع ناس كتير جدا انها تتحسن. يعني مش انك تكون ما بتغلطش، لا خالص مفيش حد ما بيغلطش. طب بتقول عن نفسك حاجه بتعجبني انا شخصيا، لما بتقول مفيش حاجه في حياتي حصلت بسهوله، بنحس بقيمه الحاجات قوي لما نتعب فيها. حاجه بتيجي سهله دايما ما ده طبيعي، ده العادي بتاعي، ومش عادي بتاعك خالص، انت لا تستحق حاجه لوحدك خالص، فبنتعلم من كده كمان يعني. وايه رايك في الناس اللي لما ما بتجيش من اول مره بييأسوا وبيحسوا ان الدنيا كلها ضدهم؟ برضه بقول طبيعي واقع. انا عايز اقول لك الحادثه الاولى بتاعتي، الحادثه الاولى كانت 2005، قبليها كنت عندي احساس رهيب بالاحباط والياس، واتظلمت في كذا ومش عارف ضاع عليا ايه واستحق اكون اعلى واعلى. حصل حادث خرجت منه بمعجزه ان انا لسه عايش، وكان الحادثه دي قالت لك وقف كل حاجه بقى، الدنيا وقفت بالظبط، هي دي الكلمه دي. انا فاكر يومها حتى الدكتور بيقول لي ايدك الشمال ورجلك الشمال مش هيشتغلوا تاني، انسى خلاص. انا متخيله وقع حاجه زي كده على حد زيك. الحياه وقفت، وبعدين فجاه ايه ده، ده انا كنت مهتم بايه؟ ده انا كنت قلقان من ايه؟ يوم لما ايدي الشمال لمست وشي تاني كنت ببكي. ومن يومها كان اكبر درس في حياتي ان انا اتعلم اقدر قيمه الاشياء الصغيره في الحياه. من ساعتها بقى خلاص كل الياس من اي حاجه هتيجي، هتخبط مره والتانيه والتالته، هحاول مره رابعه، ما مجتش خالص يبقى ربنا مش رايد، كله مكتوب، بس انا هعمل اقصى ما عندي. بقى ده الاساس عندي.